عمري 13 سنة، ساكنة في غزة مع عائلتي ماما وبابا وأخويا. وهواياتي الكتابة والقراءة والتصوير وتربية الحيوانات الأليفة، وبتمنى أني أصير في المستقبل طبيبة بيطرية. أنا بمدرسة الرمال الإعدادية اللي لاجئت في غزة. الصعوبات اللي بتواجهني في التعليم إنه عدد الطالبات في الصف بيكون من 45 ل 50 طالبة إذا ما كانش أكتر. الصف مثلا يكون أنت عندك 50 طالب في الصف، ويعني تخيل يكون نص الصف تحصيلهم ضعيف. يعني الطلاب الشاطرين طبعا هم يمرقوا دغري عشان يخلصوا المنهج، احنا ما بيكونش معنا وقت في الثلاث فترات. وعندنا مشكلة تانية، مشكلة الكهرباء. بدي أدرس في الفترة المسائية، بدي أدرس أو بدي أحل واجباتي، بتكون الدنيا عتمة، وأستنى لما تيجي الكهرباء هذا إذا إجت. أنا بحب صحباتي لأنهم هم اللي بيلهموني، وهم اللي يعني بيساعدوني في كثير من المواقف ممكن أكون متضايقة، هم اللي هونوا علي. التعليم للفلسطينيين كثير مهم عشان بخليهم يشوفوا مستقبلهم وين بدهم يوصلوا في الحياة، يلاقوا فرص يلاقوا فرص عمل لما يكبروا. إنه إحنا لازم نضل وايا علشان إحنا عندنا آمال وطموحات لازم نحققها لما نكبر. وبكفي.